رفع الأهل القمة اسمع لمسمى اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، وجينا للحظه الاحتفال مع فتيات الذهب، فتيات الذهب للنادي الاهلي وفوزهم بثلاث بطولات الحقيقه من اصل اربع بطولات، وبالتالي يستحققنا صح؟ مش حاجة غلط. يستحقوا كل التكريم وكل التحية، شكرا ليهم مرة تانية. ومن خلال شاشتكم، شاشة قناة النادي الأهلي، بنبارك لكم ألف ألف مبروك. إن شاء الله السنة الجاية نتبسط مع بعض ويبقى أربع بطولات ونقدر نفوز بكل البطولات. اتفضل اقطعوا بقى مع بعض كده. اتفضلي يا إيه، أنا وراكم كده. اتفضل يلا. أيوه خليكم في النص، عدوا في النص كده كده خلاص. شكرا لكم جدا وسعداء جدا بوجودكم معانا، وشرفتونا وسعداء مره ثانيه بوجودكم معانا. كاميرا اثنين قدام حضراتكم، اي واحده حضراتكم عايزه تقول حاجه للجمهور اتفضلي. طبعا بنوعد الجمهور السنه الجايه ان شاء الله بالرباعيه، ونفرح كل الناس، وان شاء الله نبقى قد المسؤوليه ونرفع الكؤوس كلها ان شاء الله السنه الجايه. طبعا انا بشكرهم دايما على دعمهم لينا، وان شاء الله بجد احنا هنعمل كل اللي في ايدينا ونقدر عليه، لان ان شاء الله يعني السنه الجايه تبقى البطولات كلها في النادي الاهلي، ويبقى ان شاء الله محتل كل البطولات باذن الله ان شاء الله. يا خالد اكيد طبعا بنوعدهم ان احنا السيزون الجاي هنبذل اقصى جهدنا ان شاء الله نحقق كل البطولات، واكيد بنشكرهم على كل وقفتهم جنبنا السيزون اللي فات، وكل دايما هم واقفين جنبنا في المكسب والخساره، فشكرا ليهم قوي. يظل دائما الجمهور النادي الاهلي هو المساند والداعم الاول لكل فرق النادي الاهلي في كل البطولات. انا بشكركم شكرا جزيلا، كانت احتفاليه بسيطه تستحقوا احسن من كده بكتير. ان شاء الله السنه الجايه نحتفل مع بعض اكتر واكتر. شكرا جزيلا.